انا طلعت لك شويه كتب من مكتبه فكري، لازم تتعود تقرا كتير يا ماجد عشان تبقى دكتور ناجح. خد. الله، انت لسه زعلان يا اخي؟ قلت لك هي طريقته كده. ده ولا سال فيا خالص ولا عمل اي اعتبار اني رحت اوصله، ده حتى لما جه يمشي سلم على حضرتك ولا بصليش. معلش عشان خاطري اضحك. ايوه كده، انا ما احبش ابني يبوظ ابدا. ابنك انا؟ ايوه، ابني اللي هفخر بيه لما يبقى دكتور قد الدنيا. تعالى بقى نعمل عشان بنفسنا لحسن انا مت من الجوع.